المناسبة العظيمة عندنا هي أول ثاني حدث لنا بعد ما أنا كان حدث الأول ديال التعبين ديال على النومير، والحمد لله احنا وصلنا لهذا الحدث الثاني اللي هو دوري في كرة القدم أقل من 13 سنة، واللي شاركوا فيه فرق كبرى من بينها كاين فريق الفتح، فريق الرجاء، الوداد، الأكاديمية محمد السادس، وأمل الدروة، إضافة إلى منتخب الحي المحمدي. كتسمعوا ولا ما كتسمعوش؟ شنو غادي ندخلوا نديروا؟ كنطلب من الأندية على أنهم إلا بغا يديروا أطور لهذه الأعمار هذه، يديروا أطور مرسى وعندها دراية بكرة القدم، ماشي غير اللي جا على أنهم حيت الدراري صغار نعطيهم ولو مبتدئين نعطيو لهم، بالعكس هادو هما اللي نعطيوهم ناس مارسوا الرياضه وعرفوا شنو هي قيمه الرياضه، من 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 هذوك الناس يقدروا يوصلوا ويتعلموا بزاف د الحوايج.